دلوقتي احنا في مكان مفتوح قرب الاتصال بتاع الساعة ده كده صوت الجرس. الو ايوه ايوه سامعني كويس؟ سامعك كويس؟ اه سامعك كويس. اهلا بيكم معنا في موقع اوكازيون وال HW22 بلس، افضل ساعه تقليد لابل متوفره معانا وهنراجعها النهارده في الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا الساعه معانا متوفره باللون الاسود واللون السيلفر. من اول ما بنمسك العلبه بنلاقي الخامه مميزه، ان نلاقي اللوجو كمان محفور وكمان شكل العلبه مميز جدا. النهارده هنفتح اللون الاسود مع بعض ونشوف محتوياتها ايه. اول حاجه بتقابلنا الكتالوج اللي طبعا بيكون فيه الكيو ار كود بتاع البرنامج اللي اقدر انزل منه الابلكيشن ده، هو اللي اقدر اعمل له سكان. وبعد كده بنلاقي البوكس شكله جميل جدا من جوه، فيه تفاصيل كده طبعا مختلفه زي ما حضراتكم شايفين كده عن اي ساعه احنا عملنا لها ريفيو، حتى ال HW22 اللي هي العاديه اللي قبل دي. التقفيل كمان عاجبني جدا بصراحه. هنلاقي الساعه وهنلاقي السوار او الاستيك. طبعا الاستيك بيجي رابر، يعني خامه اللي هي الطبيعيه اللي موجوده في اي ساعه. طبعا تقدر تغيره طبعا بانواع تانية واشكال تانية، ولكن هو مش وحش، جميل جدا شكله وتقفيله محترم كمان عن اي ساعه تانية. التقفيل بتاعه كويس جدا. وبعد كده بنلاقي الساعه طبعا مكتوب عليها HW22 بلس، اللون الاسود اللي احنا بنراجعه النهارده بيكون الفريم اسود والشاشه سوداء. طبعا الساعة اللون الابيض بيبقى الفرق في الشكل بيبقى عامل ازاي. اللون الابيض بيبقى الفريم سيلفر كده، ولكن من تحت اسود ومن فوق اسود، وهنا ده الفرق بين اللون السيلفر واللون الاسود، يعني ده الفرق بين الابيض والسيلفر. طبعا كل واحد بيختار اللون المناسب. متوفرة طبعا باللونين السيلفر والاسود على موقع اوكازيون. وبعد كده بنلاقي اهم حاجة زي ما قلنا بتميزها، وهي الشاحن الوايرلس اللي بيجي معاه. طبعا ما بقاش فيه البنات المعدن اللي هي اللون النحاسي دي اللي موجوده في اي ساعه. طبعا السلك طويل جدا عن اي ساعه تانية، طبعا السلك بيكون قصير ودي ميزه انا شايفها كويسه جدا فيها. طبعا الشحن لازم يكون بشاحن 1 امبير او لابتوب او كمبيوتر، ولو باور بانك يكون 1 امبير. ده كلامي ثابت في اي ساعه، وكمان هنا الساعه دي بتاكده كمان التعليمات اللي جايه في كتيب التشغيل بتاعها. هنا اهو عامل لك نوت ملاحظات، لازم تبقى 5 فولت 1 امبير، لازم شاحن 1 امبير عشان تحافظ على البطاريه. طبعا الشاحن بيكون ماجنتيك. طبعا الشاحن بيكون فيه لمبه اشعار بتنور اخضر ان كده بتشحن، وكمان الشاشه بتنور. يبقى سريعا كده محتويات ال HW22: استراب مقاس 44، الساعة، الشاحن الوايرلس، الكتالوج او كتاب التعليمات اللي بيكون فيه QR كود، والعلبة فقط لا غير. دي المحتويات اللي بتيجي معاها. طبعا خلينا نشوف الجمال، الكواليتي اللي انا تقريبا لغاية دلوقتي ما شفتش كواليتي محترم زيه. الساعة بتيجي بالزرارين دول شغالين، وهنا بنلاقي المايك، وهنا مفيش بنات طبعا معدن زي ما موجوده في اي ساعه سمارت كوبي لساعه ابل. هنا كوبي محترم جدا، وهنا مخرجين سبيكر. طبعا مقاس الاستراب 44، وده بيركب عليه اي استراب، وبالمناسبه احنا عندنا استرابات يعني في المخرم بالشكل ده وفي القماش، وها مقاس 44 الاستراب دي تركب عليها عادي مفيش اي مشكله. 42 44 وهنشوف شكلها مع بعض في الاسترابات. اللي اقصده ان الساعه بيركب عليها اي استراب مقاس 44. طبعا طريقه التشغيل سهله جدا، هنلاقي هنا في الجنب زرارين، الزرار ده مش بتاع تشغيل، هو ده نضغط ضغطه طويله والساعه بتشتغل معانا.
الشاشة ألوانها جميلة جدا وبتيجي بمقاس 1.75 إنش، وده مقاس كويس جدا، والشاشة يعتبر كاملة وحوافها قليلة جدا. الساعة خفيفة جدا وكمان سمكها قليل جدا، السمك 65 × 222 × 35 ملي، وطبعا ده حاجة كويسة جدا، اكنك مش لابس الساعة، تقدر تنام بيها، تقدر تمشي بيها كأنك مش لابس ساعة خالص، ساعة خفيفة وسمكها قليل. طبعا السمك كل ما يقل سواء في الموبايل او في الساعات طبعا دي حاجة كويسة جدا. انا بس عايز اقول لكم على حاجة، ان الكاميرا او التصوير ظالم الكواليتي بتاع الساعة، وبالذات دقة الوان الشاشة، الوانها فظيعة جدا وجميلة. يعني انا بصراحة ما شفتش الوان او دقة شاشة، يعني الكواليتي بتاع الشاشة دي ما شفتوش في ساعات قبل كده خالص غير في الاتش دبليو 22، بصراحة من الكواليتي المحترم جدا. الساعة بتيجي ب 18 خلفية مختلفة، طبعا شكلهم جميل جدا، كل خلفية مختلفة عن التانية وبتكون متحركة وفيها اوبشن جميل جدا. طبعا غير 18 خلفية تقدر عن طريق البرنامج اللي هتربطه بالساعة على الموبايل تقدر تغير في خلفيات تانية، وكمان تقدر تضيف صورة، يعني 18 خلفية وخلفيات على البرنامج، وتقدر تحط خلفية خاصة بيك من موبايلك على الساعة، يعني تقدر تحط صورتك على الساعة. ميزة في الساعة دي انها بتدعم اللغة العربية. طبعا الساعة فيها اوبشن جميل جدا، غير ان انا بقدر اغير الخلفيات بالشكل ده كده، ان انا اضغط ضغطتين في النص كده بيطلع لي اختصارات مهمة وبحتاجها، وكمان اقدر ان انا انزل الستارة اللي فوق اتحكم في مستوى السطوع بتاع الشاشة، اختصارات طبعا حلوة جدا، واعمل لوك للساعة في الساعة فيها اختصارات حلوة جدا. كمان لو حبيت ادخل على القايمة من جوه بضغط على الزرار اللي في الجنب ده كده هيدخلنا على القايمة، وبشوف الايقونات كلها والاوبشن هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن الميزة الجميلة اللي هنا ان الزرار ده شغال، يعني اقدر اصغر الايقونات عشان اشوفها كلها، واقدر اكبر الايقونات عن طريق ان انا بلف البكره كده او كده، يعني اتحرك كده او كده اكبر على حسب المقاس، يعني او حسب ما انا شايف كده. الساعه اقدر ارد منها على المكالمات، وكمان اقدر اتصل، بس لازم اكون رابطها بالموبايل. مميزات جميله جدا في الساعه ان انا لما بدخل على الاعدادات كده بلاقي في حاجه اسمها كلمه مرور، يعني اقدر اعمل كلمه سر للساعه دي. طبعا الساعة مليانة اوبشن كتير من جوه، هنحاول على قد ما نقدر نركم اهمها. طبعا اهم حاجة من الاوبشن دي ان التاتش بتاعها سريع جدا، زي ما حضراتكم شايفين كده التحكم في التاتش سلس وسريع، قريب جدا من ساعة ابل. ميزة كمان ما كانتش موجودة غير عن طريق البرنامج في اغلب السمارت ووتش اللي موجودة في السوق، موجودة هنا بمنتهى السهولة جوه الاعدادات. تاني ادخل جوه الاعدادات عن طريق قائمة كده، بدخل على الاعدادات وهي رفع اليد لاضاءة الشاشة، دي كانت موجودة عن طريق برنامج وقصة وكده، لكن انت من غير برنامج تقدر تفعل الميزة دي او توقفها كده. الشاشة طافت اهي، مهما حاولت ارفع الساعة مش هتنور معايا لان الاوبشن انا قفلته من جوه، فهدخل على القائمة تاني وهجيب الاعدادات وهفعل الاوبشن ده منتهى السهولة، ولا برنامج ولا اقتران ولا اي حاجة. لو انا مش حابب ان انا اشغل الساعة عن طريق البرنامج، مجرد ما هرفع كده هلاقي الساعة بتشتغل معايا اهي من غير ما ادوس على اي زرار، كل ما تهز ايدك كده تشتغل معاك. تعالى بقى واحدة واحدة كده نحاول نشوف اهم المميزات اللي فيها. طبعا الساعة فيها معدل ضربات القلب، وطبعا بينور من ورا بالإشعارات باللون الأخضر. اكتساب ساعات النوم العميق كويسة جدا برضو موجودة في الساعة دي، وطبعا فيها التاكس، والساعة كمان فيها ضغط الدم كمان، وفيها نسبة الأكسجين في الدم، طبعا دي برضو مش موجودة في أغلب الساعات. فيها آلة حاسبة، فيها أوبشن أول مرة أشوفه بصراحة وهو الحد من التوتر، ده بتشغله بيقلل من التوتر زي ما هما كاتبين بالظبط، بيشغله بالشكل ده كده. طبعا في فايبريشن شغال في الساعة. طبعا فيها مجموعة مميزة من الألعاب الرياضية نضغط عليها بالشكل ده، الجري الداخلي، ركوب الدرجات، الجلوس. طبعا مش الاوبشن ده بس الرياضي اللي هو النشاطات الداخلية دي، ولكن في واحد كمان رياضي اللي هو ده، يعني فيها اتنين اوبشن رياضي جميل جدا للناس محبين الرياضة. طبعا بمناسبة الاوبشن الرياضي، الساعة طبعا فيها ستوب ووتش، وثاني الساعة بتسجل لك نشاطاتك الرياضية، حرقت قد ايه، النشاط، بياناتك كلها بتسجل على الساعة هنا. الساعة بتدعم تشغيل الموسيقى عن طريق البرنامج بتاعها، طبعا لازم تكون رابطها بالبلوتوث على الموبايل. كمان الساعة فيها اوبشن التوكس، ولازم طبعا تكون عامله تزامن مع الموبايل. تشتغل كريموت للموبايل للكاميرا، ولكن في وضع ان انت رابطها بالموبايل. السيتنج بتاعتها هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، وهي الشاشة اقدر ان انا اتحكم في السطوع سواء من السيتنج او زي ما قلنا من الستارة من بره، ووقت ايقاف الشاشة ده جميل جدا، تقدر تتحكم فيه الوقت سواء 15 ثانية 10 ثواني الكلام ده كله،
طبعا الوقت ده على حسب ما انت محتاج، وكمان بيوفر لك في البطاريه، بطاريتها ما شاء الله كويسه جدا. طبعا اوبشن احنا اتكلمنا عنه هو رفع اليد ليه ان الشاشه تنور معاك. هنا وضع الازعاج ده لو انت فعلته طبعا مش هيعمل لك فايبريشن او هترن معاك او اي رساله ما يجيلك مش هتظهر لك، عشان انت مش محتاج حد يزعجك. الاهتزاز والرنين هنا بتفعل الصوت لو انت محتاجه، وهنا بتوقف الصوت والاهتزاز ومستوى الصوت. كمان فيها اللغه زي ما قلنا العربيه، وفي لغات تانية طبعا كتير، بختار اللغه اللي انا محتاجها. وهنا اوصل الساعة بالموبايل، بيطلع لي طبعا الكود اللي بعمله اسكان عشان انزل الابليكيشن. طبعا الابليكيشن ده او التوصيل ده بيكون مرة واحدة بس مش كل مرة. طبعا زي ما قلنا كلمة السر دي من المميزات اللي موجودة جوه، تقدر تعمل باسورد للساعة. هنا بيقول لك حول الساعة، الساعة اسمها HW22 بلس والفيرجن بتاعها فيرجن 4، وبتشتغل بالمناسبة على بلوتوث فيرجن 5 فيما اعلى، بتشتغل على الموبايلات الاندرويد سواء السامسونج او الشاومي او اي موبايل اندرويد والايفون طبعا. وهنا ممكن تقدر تعمل لها اعادة تشغيل، وتقدر تعمل استعادة ضبط مصنع، وتقدر تقفل الساعة من هنا. طبعا كل المميزات اللي احنا قلناها دي بتشتغل من غير ما تكون رابط الساعة بالموبايل، يظهر لك كل الامكانيات سواء الرد على المكالمات او الاتصال او اظهار الاشعارات على الموبايل اللي هي الرسائل واتساب فيسبوك تويتر اس ام اس العادية. عشان يبقى معاك الاوبشن كامل للساعة لازم تربطها بالموبايل. تعال نشوف ازاي نربطها بالموبايل سواء اندرويد او ايفون. هنا في الساعة دي مش مصعب عليك اسم البرنامج، هو عامل لك يو ار كود تقدر تعمل له سكان، موجود على الكتالوج تقدر تعمل له سكان. وغير كل ده وده هو كاتب لك اسم البرنامج على العلبه اصلا، يعني انت هتكتب اسم البرنامج ده وتنزله من متجر جوجل او من اب ستور لو انت معاك ايفون. وير فيت برو ده بعمل له داونلود على الموبايل، دي واجهه البرنامج لما بينزل، وطبعا بوافق على الصلاحيات زي ما احنا عارفين. طبعا الابلكيشن هنا مختلف عن اي ابلكيشن، لو مش عامل بضغط على كلمه مسجل فبيدخلني اختار البلد بتاعتي اول حاجه، هنختار طبعا هنا مصر، وهنرجع نكتب الايميل وكلمه التحقق اللي هتجيلنا على الايميل ونعمل تسجيل. طبعا الشاشه الرئيسيه للبرنامج هنلاقي الصفحه الرئيسيه اقتراح ومعدات، هندخل على معدات، واخر حاجه بنلاقي الخاص بيه اللي هي البيانات بتاعتك، التفاصيل اللي هو طلبها منك سواء وزنك او طولك او تاريخ ميلادك. فهندخل عشان نضيف الساعه على كلمه معدات، وبعد كده هنلاقي فوق اضف جهاز. طبعا طلب مننا تشغيل الجي بي اس، هنعمل له تشغيل، وطبعا لازم تكون نفعل الجي بي اس زي ما قلنا عن طريق الستارة من فوق والبلوتوث. هو كده كده حتى لو انت مش مفعلهم هو بيطلب منك تفعيلهم وانت بتديله الصلاحية. طبعا الاول لازم اكون مشغل البلوتوث بتاع الساعة نفسها، باجي في الساعة وبنزل الستارة من فوق واعلم على علامة البلوتوث كده، كده البلوتوث اشتغل معايا على الساعة. طبعا ظهرت معانا هنا اهو، هنعمل لها اقتران. خلاص هي عملت كونكت مع الساعه. ازاي اشغل كل اشعارات الواتساب فيسبوك الرسائل المكالمات على الساعه من الموبايل؟ في المعدات زي ما انا عامل الصفحه اللي فيها كونكت دي، وهدخل على التنبيه، هيطلب مني الصلاحيات الوصول للمكالمات والرسائل، هديله الصلاحيه ويدخلني في صفحه بعد كده بفعل منها الاعدادات. طبعا بفعل الهاتف والرسائل القصيره، وطبعا التليجرام وواتساب وفيسبوك وانستجرام، كل الكلام ده انا بعمل له تفعيل زي ما انا حابب، والفيسبوك طبعا كده انا فعلت كل الاشعارات. اي رساله هتجيلي اس ام اس عاديه او مكالمات هتجيلي اشعار على الساعه واتساب وتليجرام وانستجرام وفيسبوك. الاتصال هنلاقي المكالمات الصادره، مفيش مكالمات. هنا ده سجل الارقام بتاعتك اللي على الموبايل، وهنا دي واجهه الاتصال. طبعا كلنا ملاحظين ان هي مختلفه عن كل السمارت ووتش اللي قبل كده، ان الاوبشن اللي تحت السمارت ووتش كنت بتخش على الدايرر او الاتصال بتلاقي الشاشه دي بس، لكن هنا بتلاقي تحت في الثلاث حاجات في حاجه واحده، اللي هي المكالمات الصادره او الوارده وسجل الارقام بتاعتك، سجل الهاتف او دليل الارقام، وطبعا الشاشه بتاعت الاتصال. طبعا تقدر تتصل بيها خلاص طالما انت عملت لها كونكت على الموبايل، تقدر تتصل باي رقم، تعمل صوت طبعا في الاتصال 0 1 6 1 2 3 3 9، ده الرقم اللي تقدر تطلب منه الساعه على موقع اوكيجين دوت كوم، والمراجعه دي خاصه بالموقع فقط، وتتصل. ده صوتها لما بترن، وده الاشعار، وفي فايبريشن بيحصل دلوقتي في الساعه عشان لو انت لابسها ينبهك عليها. اقدر ان انا ارد كده، الو
صوت الجرس عالي جدا، يعني من اكتر الساعات اللي صوتها عالي. ده كده صوتها والله مش صوت التليفون، يعني هي طبعا بتتصل هنا من التليفون. بلاقي هنا علامة السماعة، ممكن طبعا علي الصوت. اتكلم كده. ايوه سامعني كويس؟ ده كده صوته، صوت الساعة عالي جدا، وانا كده موطي يعتبر في نص السور. علي كده على الاخر. اتكلم تاني كده. الصوت عالي معايا جدا، الصوت واضح، انت سامعني كمان؟ انا كده بعيد كمان عن المايك. انا كمان سامع كويس. تمام ماشي شكرا. دلوقتي احنا في مكان مفتوح اهو، وهنجرب الاتصال بتاع الساعة ونشوف صوت المايك بتاعها عامل ازاي في المكان المفتوح ده، وهنسمع كويس ولا لا. هنتصل دلوقتي من الساعة، نضغط على القايمة، وبعد كده بنجيب الاتصال وبنتصل بالارقم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المكان مفتوح والصوت عالي، صوت المايك كده اهو عالي. ده كده صوت الجرس. الو. ايوه سامعني كويس؟ سامعك كويس. الصوت تمام يعني؟ سامعك كويس تمام. ماشي شكرا. الو. ايوه سامعني؟ كل الاشعارات اللي بتجيلك على الواتساب، الفيسبوك، انستجرام، رسائل الاس ام اس العاديه هتظهر لك في الرسائل من بره في قائمه هنا، او تقدر تسحب الستاره اللي تحت لفوق كده هيظهر لك كل الاشعارات، اكتر من اشعار عادي يظهر لك، وطبعا بتكون بالعربي وواضحه. طبعا الميزه الكويسه اللي فيها ان انا اقدر اشغل الموسيقى اللي على التليفون من الساعه، بدخل على الابلكيشن. طبعا انا خلاص كده ربطت الساعه بالموبايل، اقدر اشغل. طبعا بعلي الصوت اوطي، اقدر اشغل عادي، تشتغل عادي على الموبايل اهو. لو وقفت هنا بتقف على الموبايل، ولو شغلت بتشتغل. طبعا الصوت هنا من الساعه نفسها صوت عالي، واقدر طبعا اقلب سواء الاغنيه اللي بعد كده او اللي قبل كده، صوت عالي، صوت الساعه نقي جدا، من الساعات اللي صوت السماعه بتاعتها نقي. كمان حاجه تانيه كويسه ان هو ما بيخرجش من ابلكيشن الموسيقى طول ما انت مشغله، يعني عامل كده اهو، مجرد مرن ما بيخرجش خلاص. الصوت طبعا زي ما حضراتكم سامعين. من الاوبشن الكويسه في الساعه وهي انها بتشتغل كريموت للكاميرا، وطبعا عن طريق البرنامج. احنا خلاص كده عملنا كونكت للبرنامج على الساعة. هنيجي هنا في البرنامج هنلاقي في حاجة اسمها التقاط الصور، هيشغل معانا الكاميرا، وبتيجي هنا في الساعة بتشتغل. هنا طبعا لازم اهز ايدي عشان تصور، مش عن طريق الزرار، بهز ايدي كده خلاص كده هو صور. هنيجي ان انت تقدر تبحث عن الساعة، هتلاقي عملت صوت وفايبريشن طبعا، والعكس موجود برضو في الساعة. بينهي ازاي؟ مجرد ان انا بهز الساعة كده بينهي البحث، خلاص انا خلاص لقيت الساعة. طبعا قلنا ان في 18 خلفيه مختلفين موجودين على الساعه، وكمان تقدر تغيرهم بخلفيه من البرنامج. البرنامج اهو برضو في الصفحه اللي احنا فيها، كل ده عن صفحه المعدات. هدخل على كلمه اكتر دي، هيفتح معايا طبعا خلفيات كتير قوي اقدر اغير فيهم سواء مجانيه او بفلوس، واقدر اغير يعني انزل الخلفيه زي ما هي، او اقدر اعدل فيها بصوره من اختياري على المعرض. يعني ممكن احط صوره الشخصيه، صوره حد عزيز عليا، اقدر اغير الخلفيه عادي بمنتهى السهوله. بيت الخلفيه على الساعه، وطبعا الساعه بتبقى بالشكل ده. احنا ثبتنا السيم. هتقولي طب اقدر اغير ازاي؟ في نفس الصفحه اللي احنا فيها يا جماعه اللي هي من كلمه اكتر، الاقي السيمزات كلها، هنزل في الاخر خالص بلاقي حاجه اسمها تعديل، واختار طبعا الصوره اللي انا عايزها بالوقت بكل حاجه من بالشكل ده كده. واقدر طبعا اغير شكل الساعه عن طريق الاوبشن ده، واغير طبعا مكان الساعه وشكلها ولونها اهو مثلا، وطبعا الموضع مكان الساعه نفسها سواء تحت او فوق او في الجنب. وبعد كده بدوس على كلمه تركيب مثلا كده، هعمل تركيب هيبعت الخلفيه. يعني عندي 18 خلفيه غير المتجر اللي موجود على الابلكيشن، اقدر انزل منه خلفيات متنوعه باشكال مختلفه، واقدر كمان احط الصوره اللي انا عايزها على الساعه. طبعا ساعه بالجمال ده والشياكه دي
لازم يكون ليها حماية. فلو انت من مشتركين القناة وهتطلب من خلال موقع اوكازيون هيكون ليك هدية، وهي سكرين حماية خاصة بموقع اوكازيون. طبعا سكرينة فخمة جدا، سكرينة خاصة بالساعة او بمقاس الساعة اللي هو 44، تحميلك الساعة طبعا من اي خبطات او صدمات عشان تحافظ عليها. دي فقط لمشتركين القناة، لازم تكون عامل سبسكرايب للقناة ومفعل زر الجرس. وانت ما تيجي تطلب الساعة عن طريق موقع اوكازيون.com تكتب ان انت من مشتركين القناة عشان تحط لك هدية مع الاوردر. مش اي سكرينة وخلاص، كمان السكرينة فيها كيرف كده، اظن ان هو واضح في التصوير عشان ما تحسش ان انت مركب سكرينة. هتحافظ لك حتى على حواف الشاشة بالشاشة نفسها. طبعا سكرينة جميلة جدا، هتكون هدية معاك على الاوردر لو انت من مشتركين القناة وطلبت من خلال موقع اوكازيون.com. ما تنساش طبعا ان التجربة قبل الاستلام. طبعا كمان الوضوح بتاع الشاشه، زي ما قلت لكم ان الكاميرا ظلماء، احنا هنا في مكان فيه شمس اهي، والاضاءه قويه جدا وواضحه.